الجل فيه شلج شلج بتعرفيه ابو سعد بيت كان ينقل الرقي من سامر البغداد يعني عندهم شلج مثل ها لا شلون ليش هو الشلج وين يمشي ها بالنهار غير حجي وين خلاص اي هذا هو لا رايحين سفرة بالنهار هو التافي هذا التافي يمكن شلون احنا نقول هداوي ها اي حج ولا تيفو تيفو حجي شبيه حجي تيفو. ولا تيفو ماكو تيفو اي حجي خرعتني ولا تيفو في الفلفي في الفين ها نحوي في الفين حجي شنو حجي صدق على راسك حجي يمكن يريد يدزلكم فلفل.